بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريب 2، هنكمل كلامنا النهاردة عن آخر 2 لير من الاتموسفيريك لير ونعرف ايه هي الامبورتنس بتاعتهم. ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو، وهينزل كمان على التليجرام بإذن الله شيت الليسون واهم الاسئله والجيف ريزون اللي فيه. ما تنسوش لو استفدتم كمان من القناه ياريت تنشروها ما بين اصحابكم وحبايبكم، ويا سلام بقى لو فرحتوني بلايك وكومنت على الفيديو. يلا نكمل كلامنا عن الاتموسفيريك لايرز اللي عندنا. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن اول 2 لاير من الاتموسفير وهما التروبوسفير، وقلنا ان دي فيرست لاير، وبعدها كانت الستراتوسفير وقلنا دي اللي بيحبها قوي البايلوت علشان ما كانش فيها ويذر ديستربنس، وكمان كان الاير فيها ماشي هوريزونتال. اللايرز اللي بعد كده اسمهم ميزو سفير، قلنا ميزو دلع ولد اسمه ميزو يطلع بقى مازن يطلع مش عارفه اسمه ايه، مين اللي اسمهم ميزو يعني. طيب دي الثيرد لاير. طيب هي الهايت بتاعها من كام لكام؟ احنا اخر مره كنا وصلنا المره اللي فاتت عند 50، النهارده بقى هنكمل دي واصله من 50 لغايه 85، يعني الثيكنس بتاعها 35 كيلو جرام. تعالوا نرجع للرسمه تاني عشان نفهمها اوضح. ادي اللايرز بتاعتنا اهي، كنا اخر مره قلنا التروبوسفير عند 13، وبعدين من 13 ل 15 يعني الديفرنس ما بينهم الثيكنس ما بينهم 37 كيلو متر، وده الثيكنس بتاع الستراتوسفير. النهارده بقى في الميزوسفير احنا بادئين من عند اخر بوينت وقفنا عندها المره اللي فاتت اللي هي 50 كيلو متر، ونكمل لغايه ما نوصل ل 85. لو حسبنا الثيكنس ده يطلع 35 كيلو متر، يعني احنا اول مره كانت 13 كيلو متر وبعدين 37 وبعدين 35. انا عارفه ان النمبرز في الدرس ده كتيره شويه، بس مره في مره كل ما نفتكر الارقام نقولها صدقوني هتثبت وهتبقى ابسط بكتير. طيب تعالوا نكمل. احنا كده اللاير دي في لاير كده ايه كانت مستخبيه هنا واسمها اوزون لاير، وكان الثيكنس بتاعها من 20 لغايه 40. دي جوه الاستراتوسفير، يعني لما اجي اقول اللايرز اوف اتموسفير مش بقول فيها الاوزون لاير، لكن هي جوه الاستراتوسفير. تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير وثيرموسفير. احنا دلوقتي النهارده هنتكلم عن الميزوسفير والثيرموسفير اللي هم اخر 2 لايرز. نرجع تاني بقى ونكمل كلامنا. احنا قلنا من هايت 50 كيلومتر لغاية 85 كيلو متر، يعني الثيكنس بتاعها 35 كيلو متر. طب والثيرموسفير؟ لا الثيرموسفير دي الفورث بقى، دي اللي بعدها، ما احنا كنا ماشيين بالترتيب. الثيكنس بتاعها بيبدأ منين؟ برافو عليكم، من اخر نقطة في الميزوسفير، يعني من 85 دي، وواصلة معانا، لا دي كبيرة اوي 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 اوي، واصلة معانا لغاية 675 كيلو متر، يعني الثيكنس بتاعها حوالي 590 كيلو متر. هو لو فاكرين كان الثيكنس بتاع الاتموسفير كله على بعضه كان 1000 كيلو متر. تعالوا نرجع للرسمه تاني ونشوف الثيكنس بتاع الثيرموسفير. ورجعنا هنا للرسمه تاني ونتكلم تاني في الثيكنس. احنا قلنا اخر مره كانت 35 اللي هي من 50 لغايه 85، وبعد كده من 85 لغاية 675 كيلو متر، يعني بحسبة بسيطة كده الثيكنس بتاع الحتة دي 590 كيلو متر. واضح جدا ان دي كده اكبر ثيكنس. دي اللاير اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ثيرموسفير. تعالوا كده نكمل ونشوف قد ايه البريجر والتمبريتشر في الميزوسفير والثيرموسفير اختلفوا عن الاستراتوسفير والتروبوسفير. الميزوسفير احنا متفقين ان الاتموسفيريك بريشر بيقل كل ما نطلع فوق. ليه؟ كل ما بنعمل انكريز اباف او جو اباف البريشر بيقل. ليه؟ قلنا اول ما يسالني ليه البريشر حصل له ديكريز نقول علشان الاير كولوم حصل له ديكريز، اللينث اوف اير كولوم حصل له ديكريز، وما دام اللينث بتاعه حصل له ديكريز يبقى اكيد الويت كمان حصل له ديكريز. هنا نفس الفكره، احنا مكملين نطلع
فوق، يبقى برضو البريشر هيحصل له ديكريز، يوصل لكام؟ يوصل ل 0.01 ملي بار. هو احنا اصلا اخر مرة اتكلمنا عن البريشر في الستراتوسفير كان كام؟ كنا قلنا ان وصلنا عند 1 ملي بار، هنا نزلنا بقى ل 0.01 ملي بار. برضو ممكن يجيبها لنا بالبار، نعمل الرقم ده divided 1000. طب والثيرموسفير؟ لا حقيقي الكتاب ما قالش، يعني مش مطلوب مننا نعرف البريجر عند الثيرموسفير كان بكام بالظبط، بس هو لوجيكالي برضو حصل له ديكريز. تعالوا نكمل ونشوف بقى التمبريتشر، ودي اللي ليها حدوته. التمبريتشر هنا بقى حصل لها ايه؟ ميزو دي coldest layer، دي ابرد layer. طيب التمبريتشر فيها يعني وصلت لكام؟ احنا اخر مرة كنا قلنا عند التوب بتاع الستراتوسفير كانت التمبريتشر وصلت لزيرو، كانت نيجاتيف 60 وبعدين وصلت لزيرو. المرة دي بقى هتوصل لأعلى من النيجاتيف 60 بكتير قوي، هتوصل لنيجاتيف 90 عند التوب بتاع الميزوسفير. دي أقل تمبريتشر وصلنا لها طول ما احنا ماشيين في الستراتوسفير. ايه هي دي؟ الميزوسفير. طب اللي بعدها على طول التمبريتشر بقى سخنة جدا، بدليل ان احنا سميناها ثيرموسفير، ما هي ثيرمال يعني هيت انرجي. التمبريتشر بقى عالية بكام يعني؟ كام يعني؟ لا بكتير قوي، 1200 ديجري سيليزيس عند التوب. برضو احنا كل مرة بنقيس عند التوب، يبقى اعلى بوينت للتمبريتشر عند الميزوسفير هي نيجاتيف 90، واعلى بوينت للتمبريتشر عند الثيرموسفير هي 1200 ديجري سيليزيوس. طيب تعالوا نشوف الامبورتنس بتاع كل واحده فيها. الميزوسفير الامبورتنس بتاعتها كبيره قوي يا اولاد. احنا عارفين ان الايرث دي حوالينا في السبيس في روكس موجوده كتير، في صخور موجوده كتير، منهم اللي بيوصل الارض ومنهم اللي ما بيوصلش الارض. وكنتوا بتاخدوا في السوشيال ان اللي ما بيوصلش الارض ده بيتحرق في الغلاف الجوي، خدتوا الكلمتين دول في السوشيال، وتعملي كده في السبيس حاجه شبه السهم نشوفها واحنا على الايرث. اهو بقى اللي عمل الجزء من الغلاف الجوي اللي كنتوا بتاخدوه في السوشيال اللي بيعمل كده هو الميزوسفير. الميزوسفير ده شغلانته ان هو بروتكت الايرث من السيليسيال روكي ماسز اللي ممكن توصل للاتموسفير. بتعمل لها ايه؟ حقيقي في منها بيتحرق كومبليتلي نتيجة الفراكشن مع الميزوسفير ده، وهو ده اللي بيعملني الميتيورز اللي هي الشهب اللي بنشوفها، سهام منورة كده في السماء زي قارو منور في السماء كده بنشوفه، هي دي الميتيورز. دي عبارة عن روك كانت في السبيس ودخلت الاتموسفير بتاعنا، واللي تولى ان هو يحمينا منها ويحرقها كلها علشان ما توصلش الارض كان الميزوسفير. طيب الميزوسفير ده اتفقنا ان هو coldest layer، والثيرموسفير دي الhottest layer. يا ميس هو ما فيش important للثيرموسفير؟ حقيقي الثيرموسفير دي فيها حاجة عظيمة قوي لازم نتكلم فيها، هي الابر بارت منها اسمها ionosphere، لازم نتكلم عنها كده بلواقة بره التيبل الجميل ده. تعالوا نكمل ونشوف ايه هي الايونوسفير دي وايه الامبورتنس بتاعتها. ايه بقى الايونوسفير اللي الميس كانت بتقول عليها دي؟ الايونوسفير دي لاير فيها ايونز، عشان كده سميناها ايونو، فيها تشارجد ايونز، فيها بوزيتيف تشارج وفيها كمان نيجاتيف تشارج. موجوده فين؟ موجوده في الابر بارت بتاع الثيرموسفير. الثيكنس بتاعها قد ايه؟ لا دي كبيره قوي، دي up to 700 كيلومتر، بعدها وصلت لغاية 700 كيلومتر. طيب يعني ده كده طلعت كمان بره الثيرموسفير، علشان كده ما حسبناهاش انها layer لوحدها، لان هي داخل، هي الابر بورت، واخدة الابر بورت من الثيرموسفير ومكملة لغاية 700 كيلومتر above the sea level. ايه شغلانتها الايونوسفير دي؟ الايونوسفير دي بتعمل ايه؟ الايونوسفير دي مهمة جدا، لان هي اللي بتعمل ريفلكت للراديو ويف اللي بتتنقل بالراديو ستيشن والكوميونيكيشن سنتر. يعني حضرتك لما بتمسك الموبايل بتاعك كده علشان تتصل بحد او بتفتح الراديو
في الموبايل بقى او على الشاشة او اي حاجة، بتفتح الراديو حتى بتاع العربية، القنوات بتاعة الراديو دي بتجيلك ازاي، الاتصالات التليفونية اللي بتعملها دي بتجيلك ازاي. حقيقي هي المسؤولة عن الموضوع ده الايونوسفير. الايونوسفير دي هي اللي بتعمل ريفليكت للراديو ري عشان توصل لك تاني. يعني حضرتك قاعد هنا كده، والموبايل اللي جنبك اللي بتتصل بيه هنا، الري او الويفز بتاعت الموبايل بتاعك بتوصل فوق لغاية الايونوسفير، واللي ترجعها تاني هي الايونوسفير، ويلقطها بقى الديفايس اللي انت متصل بيه. يبقى الايونوسفير دي مهمة جدا. مهمة في ايه؟ مهمة انها بتعمل ريفليكت للراديو ويفز اللي بتتنقل بتاع راديو ستيشن بقى او كوميونيكيشنز سنتر، اتصالات تليفونات راديو والحاجات دي. طيب حلو قوي الكلام ده، يعني الايونوسفير دي طلعت مهم. فيها دي سميناها ايون الاول، سميناها عشان فيها تشارجد ايون. وبتعمل ايه؟ هي بتعمل ريفليكت للراديو ويف ترانسميتد باي راديو ستيشن اند كوميونيكيشن سنترز. مش بس كده، الايونوسفير دي حواليها بيلت كده، بيلت دي يعني في يونكة، هنشوف شكلها عامل ازاي كده. اسمها ايه البيلت دي؟ سميناها على اسم التو ساينتست اللي اكتشفوها، اسمهم فان والتاني اسمه ألين، فانالين بيلت. دي عبارة عن تو ماجنتيك بيلت سراوندينج الايونوسفير. نشوف شكلها علشان نعرف نتكلم عليها كويس. ده شكل الفانالين بيلت اللي بنتكلم عليها اهي، عاملة زي الفيونكة اهي، الناحية دي والناحية دي. طالعة منين بالظبط؟ طالعة من التو بولز اوف ذا ايرث، من الساوث بول والنورث بول. هي موجودة فين؟ موجودة في انهي لاير بالظبط؟ قلنا حوالين الايونوسفير من بره خالص. هي حقيقة انا لو بصيت على الارث مش هلاقي المنظر ده. هي البلت دي عبارة عن ماجنتيك ويفز، يعني زي هالة كده مش بنشوفها، لكن ليها تأثير حوالين الارث. طب تأثيرها بتفيدني في ايه؟ يعني بتعمل لي ايه؟ لا هي في الحقيقة لو هنتكلم بتعمل ايه، هي عملت لي، هي عملت ايه بقى؟ الفانالين بيلت دي ليها رول كبير قوي، مهمة جدا في انها تعمل سكاترينج للهارمفول تشارجز اللي جاي لنا من السبيس، تعملها بعيدة عن الارث. يبقى انا دلوقتي الارث دي بيجي لها حاجات كتير قوي تأذيها، جات لها الالترا فايلوت هارمفول راديشن والاوزون لاير شالتها عني، وجات لها الروكي ماسز والميزوسفير حشتها عني، وجات لها كمان ادي الهارمفول تشارج الكوزميك راديشن والفانالين بيلت اللي موجوده حوالين الايونوسفير حشتها عني وحمتني منها. بس حقيقي بقى الفانالين بيلت دي على قد ما هي حمتني منها، هي عملت لي فينومينا شكلها حلو قوي، حاجه كده بنشوفها شبه الستاير اللي الوانها حلوه قوي، بنشوفها في النورث والساوث بول. بتشوفوها اكيد في الكرتون، اللي بيتفرج منكم على كرتون والحاجات دي هوريكم شكلها حلو قوي. دي الفينومينا الجميله اللي بنتكلم عنها، اللي هي بنقول الوان حلوه قوي بنشوفها في الساوث بول والنورث بول. اسمها ايه؟ اسمها اورورا فينومينا. دي كانها برايتلي كالرد رايت كورتينز سين عند البوث بول، النورث والساوث. شكلها اهي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، الوان كتير قوي وبتظهر بس في التو بولز نتيجه الراديشن اللي بتخبط في الفانالين بيلت دي وهي بترجعها بعيد، بتعمل لي الالوان جميله قوي دي، سبحان الله. طيب يبقى دي الاورورا دي فينومينا بنشوفها في الساوث والنورث بول نتيجه السكاترينج اللي حصل للهارمفول كوزميك راديشن اللي عملتها مين؟ اللي عملتها الفانالين بيلت اللي موجوده حوالين الايونوسفير. نرجع تاني ونكمل ونقول ايه هو الديفينيشن بتاع الاورورا بعد ما شفناها كده. دي فينومينا appear as brightly colored light curtains seen at both pole للنورث والساوث. طيب تعالوا نرجع ونشوف الجيف ريزون اللي مهمين، وبعدين نقول بقى اخر لير السلوفانة اللي من بره خالص، اخر لير الغلاف بتاع الاتموسفير من بره. نشوف الجيف ريزون ونرجع تاني. ادي الجيف ريزون عندنا، اول جيف ريزون يقول لي ليه الميزوسفير دي بنقول عليها ان هي كولدست لير. انا قلت ان هي كولدست علشان التمبريتشر فيها هي اقل فاليو،
temperature بتاعتها في اللاير دي بتفضل تقل لغاية ما توصل عند التوب بتاعها لنيجاتيف 90 degrees سيليزيوس. الميزوسفير دي مش بس coldest layer، دي بنسميها اسم تاني او بنقول عليها ان هي vacuumed. يعني ايه vacuumed؟ يعني rarefied. يعني ايه برضو highly rarefied؟ الاتنين معناهم ان هي فاضية، وده حقيقي. اللاير دي كلها بالثيكنس بتاعها اللي هو 35 كيلومتر ما فيهاش غير ليتل كوانتيتي، يعني سمول كوانتيتي من تو جازز، الهيليوم والهيدروجين، والباقي يا ميس مفيش فيها حاجة خالص. علشان كده كنا كل مرة بنقول ان الماس بتاع الاتموسفيريك اير موجود، فاول مرة قلنا اول 13 كيلومتر، ومرة قلنا اول 16 كيلومتر، واول ومرة قلنا عند 3 كيلومتر. حقيقي بقى لما وصلنا عند ال 50 كيلومتر ما كانش فيه حاجة غير التو جازز دول اللي هم الهيليوم والهيدروجين، وكمان موجودين بسمول كوانتيتيز. يبقى ليه سميناها vacuumed او قلنا عليها ان هي highly rarefied؟ علشان هي contain limited quantity of helium وهيدروجين بس، مفيش فيها حاجة تانية. طيب الأبر لاير من الثيرموسفير اللي قلنا عليها ايونوسفير اللي كنا بنحكي عليها من شوية، علشان هي contain charged ion. طيب الايونوسفير دي ليه كانت مهمة قوي في الوايرلس كوميونيكيشن والبرودكاستنج، الإذاعات والوايرلس كوميونيكيشن؟ عشان احنا لسه قايلين الامبورتنس بتاعتها ان هي بتعمل ريفلكت للراديو ويفز ترانسميتد باي راديو ستيشن وكوميونيكيشن. عشان كده قلنا ان هي مهمة قوي في الكوميونيكيشن، هي اللي بتساعدنا ان احنا نكلم بعض على الموبايلات، وكمان بتنقل لنا الراديو ستيشن او الراديو ويفز. تعالوا نكمل ونشوف السلوفانة بقى اللي برا، اخر حاجة في الاتموسفير اللي هي اسمها اكسوسفير. اخر حاجة الاكسوسفير دي الريجون اللي الاتموسفيريك انفلوب بيبدأ يوصل فيه للاوتر سبيس. دي الحتة اللي بتوصل ما بين الاتموسفير بتاعنا والسبيس اللي برا خالص، ده اللي قلنا ده الغلاف من برا، ده الكتاب جلدة بتاعت الكتاب بتاعنا من برا، ده السلوفانة اللي مغطية الاتموسفير كلها من برا، اسمها اكسوسفير. ليها شغلانة يعني، ليها امبورتنس؟ اه طبعا. دي اللي الساتلايت بتعمل فلوت فيها. يبقى احنا عرفنا البايلوت والايروبلين بيطيروا فين، قلنا بيحبوا اللور بارت من الاستراتوسفير. طب والساتلايت فلوت فين؟ في الاكسوسفير، بتلف حوالين الايرث. بتعمل ايه الساتلايت دي؟ شغلانتها ايه الساتلايت دي يعني؟ خلاص عرفنا ان الاكسوسفير ان الساتلايت بتفلوت فيها. طب والساتلايت ده اصلا شغلانتها ايه؟ دي اللي بتنقل لنا الويذر كونديشن انفورميشن والتي في بروجرام. حضرتك كنت قاعد كده تلاقي قنوات جديدة نازلة ويقول لك ايه، اصل على النايل سات في كذا، وعلى العرب سات في كذا. النايل سات ده ايجيبشن ساتلايت، العرب سات ده ساتلايت برضو تاني. طيب كل دول عايشين فين او مش عايشين يعني؟ كل دول فلوت فين؟ في الاكسوسفير. بيعملوا ايه؟ بينقلوا لي حاجتين، الويذر كونديشن يعني الصور اللي بنشوفها بتاعت اللي بتنقل لي الايزوبارز اللي هي الاتموسفيريك ماب. الصوره دي جايه لنا منين؟ مين اللي مصورها من فوق قوي كده؟ الساتلايت. بتنقل لي الويذر كونديشن، وكمان بتنقل لي تي في بروجرامز، حتى بنسميها قنوات فضائيه. فضائية ليه؟ علشان اللي نقلها لي الساتلايت اللي موجود في الاكسوسفير، يعني اول سبيس. بكده حبايبي نكون خلصنا الليسون بتاع الاتموسفير وعرفنا كل اللايرز اللي موجودة فيه. ذاكروا كويس واستنوا الفيديو اللي هنحل فيه البروبلمز علشان يبقى الدرس كده كله تمام. لو في اي سؤال او استفسار ما تنسوش تبعتولي كومنت تحت الفيديو او حتى على جروب الفيسبوك. اتمنى لكم كل التوفيق.